كان نهار الإسكندرية عابقا بالدخان، إذ شهدت التظاهرات الحاشدة المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين مواجهات مع مواطنين في مختلف الأحياء والشوارع. تدخل الجيش فيها متأخرا، لكنه حسم الموقف. في موازاة المواجهات قام مسلحون ملثمون بإلقاء زجاجات حارقة على نادي القضاة. في دخان كثيف في الشارع وفي نار طلع ألسنة النار، لكن الحمد لله ألسنة النار لم تطول النادي بأي شكل من الأشكال، هي اقتصرت العملية على حرق 7 سيارات فقط لا غير. بعد ساعات من بدء حظر التجول الذي أعلنته الحكومة المؤقتة، لم تهدأ الحركة في شوارع الإسكندرية. سيارات وعربات نقل يقوم هؤلاء المدنيون بتفتيشها. هو واجب علينا اللي احنا نعمله كده عشان بلدنا، لازم نحموها، من لو ما حميناش مين اللي يحميها؟ هنجيبوا ناس غريبة تحميها؟ لا ينظر الجميع بعين الرضا إلى هذه اللجان الشعبية. اللجان الشعبية ده بيخلي الناس تستغل الفرص تعمل مشاكل كتيرة مع المواطنين العاديين، وساعات الناس تستغل الفرص فعلا بيسرقوا بينهبوا بيعملوا حاجات كتير. أنا لسه لولا الظروف أنا نزلت وقتي في وقت الحظر نزل، لأن أنا رايح أجيب دواء لابني وراجع. وفي لحظات يتحول المشهد، أحد الشباب رأى سلاحا أبيض مع سائق دراجة لم يتوقف. الخوف والتوتر والعنف المتنقل هو السمة الغالبة على المشهد في ثاني أكبر مدينة في مصر التي تسمى عروس البحر الأبيض المتوسط. شادي شليلة، سكاي نيوز عربية، الإسكندرية.